الصعوبات اللي جرات لنا في فريق رجاء البيضاوي، تتبقى تقريبا التعادل اللي درنا معهم في المقابله اللي لعبنا معهم بالليل. كان اجواء رائعه، كان الجمهور، كان داك انا داك المغربي باغي ينظم كاس العالم، دازت مقابله عاد تنفكرها ديما. والذكرى هي فاش كنا نلعبوا ماشي في الفريق الاول، في فريق الشبان، اول مقابله عندنا في الديربي، دخل التيران، نسيت الكره، بقيت نشوفها في الجمهور، تنشوف دوك اللوحات الفنيه اللي تدير، وداك المقابله ما عمرت ننسى ليا، بانني ما فحال ما جيتش داك المقابله، بقيت نشوف في الجمهور نتفرج في الروعه ديالو. وبالنسبة لي أنا لاعب محترف، إمكان ديال لعب ماشي في الرجاء، في أي فرقة لعبتها في فريق الجيش الملكي، تنظن بأن تندخل بقميص الرجاء ولا قمصوي، تنأدي الواجب اللي عليا. وبالنسبة لي أنا بالنسبة لي بأني كبرت في فريق رجاء البيضاء ومشيت للوداد، جاتني شوية غريبة، ولكن ما قدرتش نتأقلم وما كملتش مع فريق الوداد البيضاء على حساب التأقلم ديال هذه المقابلات هذه. لا كان على الغضب ديال فريق الجمهور الرجاء البيضاوي، اول حاجه غضبوا عليا الدار ديالي اللي كلهم رجاويين، اللي الوالد ديالي من اكبر الرجاويين، ولكن كما قلت لك في الاول انا لاعب محترف، خديت تحملت القرار اللي خديت به ولعبت فريق الوداد البيضاوي. كما قلت لك انا فاش نلعب محترف ما خصنيش نسمع الاراء ديال الجماهير، خصني نسمع الاراء ديال الاصدقاء ديالي في الملعب، وتنظر ان الاصدقاء ديالي في الملعب كان بالنسبه لي كانوا مرحبين بيا، وجمهور الوداد البيضاوي تنظر ان لك اللاعب ادى اللي عليه راه غير حبوبي. وقبل ما العام باش لعب شي ديربي في الوداد مع الوداد الدراجه، وكنفكر فيه وكان صعيب عليا نلعبو، والحمد لله ما لعبتوش. من طبيعه الحال كبرت في فريق الرجاء البيضاوي، وعائله رجاويه، كل الاب ديالي نقدر نقول لك بانه تيعشق فريق الرجاء البيضاوي، الله يخليه ليا، تيعشقوا الجنون. وانا كبرت بانني كبرت رجاوي، كما تنقولوا بديانه رجاوي بير، كاع الدربيات بانني كاع الدربيات لعبت فريق الرجاء البيضاوي والوداد، حضرت لهم كمشجع وكلاعب، وانا من اسره رجاويه كبيره، وانا رجاوي الناس كاع تيعرفوني، حتى اللاعبين اللي لعبت مع فريق الوداد البيضاوي تيعرفوني بانني رجاوي. نقدر نقول لك ماشي ندمت، نقدر نقول لك قرار خديته في واحد الوقيته كانت متسرعه، بانك عندي مشكل مع واحد المسؤول بلا ما نقول الذكر ديال الاسماء الاسم ديالو. انا فاش اتصلت به قلت له واش تشدوا معايا العقد، قال لي وتسنى نشوفوا، بقيت نتسنى حتى اخر لحظه، فاش جا فريق فاش اتصلت به قلت له راه الوداد بغاوني، قال لي سير فيما بغيتي. وكانت نقدر نقول لك انني فريق الوداد فريق كبير تمنى اي لاعب، ولكن بالنسبه لي انا كان قرار نقدر نقول ما كانش صائب. بالنسبه للديربي كما تعرف الجامعه، وخا يكون الفرق تكون فريق الوداد البيضاوي في القمه ديالو ولا الرجاء في القمه ديالو، تيبقى ديربي. تنظن بان اللي تيكون محضر بشكل تنقولوا حنا بظروف نفسانيه، واللي تدخل المقابله من الاول هو اللي تيفوز بالمقابله، من بان فريق الرجاء ولا الوداد تيكونوا في القمه ديالو، ما تيعنيش بان الديربي اللي في القمه هو اللي غيفوز. تنظن بان تتكون شي حاجه صغيره في الديربيه تيفوز بها اي فريق فيهم، وتنظن بان فريق الرجاء البيضاوي والوداد في هذه البدايه هذه بداوا على مسيره جيده، وتنظن بان المقابله تكون قويه ان شاء الله. وكما قلت لك دابا ما بقيتش لعاب، وليت من ولاد الشعب، انني نشجع فريق الرجاء البيضاوي.